السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم أرتوز أحمد فرحات رحيق الفن. موضوعنا النهاردة هو إن أنا هستخدم المنظور في الرسم علشان أعمل بيت ثلاثي الأبعاد باستخدام المنظور. فهنرسم خط أفقي في وسط الصفحة وبرسم عليه نقطة في الشمال هتساعدني كتير في الرسم. النقطة دي مهمة جدا، اسمها نقطة الهروب، ورسمت منها خطين، واحد فوق واحد تحت، بيمثلهم ارتفاعات المبنى. اما جنب البيت فعملت اكس علشان اخد منه خط عدل عمودي يمثل ارتفاع الجنب بمساعدة برضو نقطة الهروب معانا. خط في النص لفوق شوية علشان اقدر ان انا اعمل المثلث اللي هو حلية البيت او السقف بتاع البيت اللي موجود قدامنا. عايزين ناخد بالنا ان الخطوط الافقية كلها بتكون موازية لحافة الورقة الافقية، اما الخطوط اللي هي مايلة شوية بتكون برضو قوامية الخطوط جاية من نقطة الهروب، ولكن الخطوط الافقية او العمودية بتكون موازية لجوانب الورقة اللي برسم عليها. وبعدين هنبدأ نرسم برضو الخط العمودي للمبنى الصغير اللي جنبه، وزي ما عرفنا ان الخط العمودي بيكون موازي لجنب الورقة، يعني كمان بيكون رأسي، والخط اللي هو اللي انا بشاور عليه دلوقتي المايل هيكون موازي للخط المايل للمبنى الكبير. طبعا احنا بنأكد ان الرسم ده كله يكون بالمسطرة. وفي واجهة البيت هعمل مجموعة من الشبابيك، فلازم اخد من نقطة الهروب زي ما انا بعمل كده على خفيف. طبعا انت لو معاك المسطرة، لو معاكم هتبقى ايه اسهل بكتير، وهتثبتها على نقطة الهروب والارتفاع بتاع الشبابيك. فعملنا خطين اهوت ارتفاع الشبابيك، وبنعمل كمان برضو خط تاني هو ارتفاع الباب، هو ارتفاع الباب الخاص بواجهة البيت. وببدأ أحدد عرض كل شباك عن طريق الخطوط اللي هي الرأسية أو العمودية، اللي احنا اتفقنا إن كل الخطوط العمودية بتكون موازية لبعض وبتكون موازية لجنب الصفحة أو جنب الكراسة اللي انت بتشتغل عليها. جميع الخطوط الغير عمودية والغير أفقية دي بتخرج من نقطة الهروب اللي احنا عملناها على الشمال في البداية خالص دي. وبنفس الطريقة هعمل الشباك التاني والتالت، وبعدين تعمل فيه الديكور اللي احنا عايزينه. بعد كده هبدأ أعمل جنب الباب أو العرض بتاع مدخل العمارة أو البيت، وعملت خطين عموديين. وبعد كده هبدأ أعمل الدرج، وبرضه ما ننساش إن احنا معانا المسطرة نشتغل بيها. لحد ما تبقوا متمكنين شوية تقدروا تعملوا بإيديكم عادي من غير مسطرة. والدرج برضه عبارة عن خطوط أفقية متوازية مع خطوط رأسية صغيرة من الحواف علشان تظهر كل درجة عن التانية. هنيجي في الجنب هنعمل شباك وهنعمل باب، فلازم اخد خط من فوق على ارتفاع الشبابيك عشان تكون الارتفاعات كلها واحدة كناحية تنسيقية يعني، لكن لو عايزين تعلوها شوية او تنزلوها شوية براحتكم. وبنفس الطريقة اخد المسطرة وهعمل الخطوط اللي بتحدد جوانب الشباك، وطبعا الخطوط اللي بتحدد ارتفاع الشباك بتبقى أفقية وموازية برضو لجنب الورقة اللي تحت واللي فوق، اللي هو حافة الورقة من تحت وحافة الورقة من فوق اللي احنا بنرسم عليها. وبعد كده هبدأ أكمل الباب وأعمل الحلية فيه بدورانات خفيفة، وطبعا ده بيرجع لكم يعني الشكل الايه الديكوري بتاعه. ممكن نعمل فيه مجموعة من الخطوط الداخلية، المهم نعرف ان اي خط رأسي بيكون موازي لجنب الصفحة اليمين والشمال او جنب الورقة اللي بنرسم عليها، واي خط افقي بيكون موازي للجنب اللي فوق والجنب اللي تحت للورقة. هنلاحظ هنا ان الخطوط الرأسية كلها سواء في البيت الخطوط اللي هي الرئيسية والخطوط الفرعية للشبابيك وغيره، كذلك في المبنى الصغير كلها زي بعض موازية لبعض. وهنا هنعمل تحت شبابيك تحت في الجزء اللي تحت، فبرضه باخد من نقطة الهروب بالمسطرة اثبتها على نقطة الهروب واثبتها على المبنى، وحدد الارتفاع عن طريق عمل او رسم خطين زي ما احنا شايفين كده، وابدأ بعد كده احدد برضه جوانب الشبابيك واكمل بنفس الطريقة السابقة.
ونبدأ بعد كده نعمل الخطوط المساعدة للشبابيك أو اللي بتبين التفاصيل. وبرضو بالمسطرة هنرسم برضو خطوط كإطارات أو برواز للبيوت أو المبنى اللي احنا عملناه، سواء المبنى الكبير أو المبنى الصغير. كناحية جمالية بتضيف شكل جمالي للشكل اللي أنا برسمه. طبعا المنظور هو فايدته إن هو بينقل أو بيخليني العين تشوف الشكل كأنه واقعي، كأنه حقيقي قدامك، كأنه في الطبيعة، كأنه شيء مجسم ومجسد أمامنا. ده فايدة المنظور، إن هو بيشكل أو بيبين الرسمة بشكلها الطبيعي. لكن الأبعاد أو الشكل في الرسم بيكون أبعاده غير الطبيعة أو غير الحقيقة. فمثلا لو عندنا مجموعة من البيوت في شارع واحد وكلهم بنفس الأطوال، هيبانوا في الرسم مش زي بعض، مش نفس الطول، لأن كل ما بنروح ناحية نقطة الهروب كل ما الإيه المباني أو المجسمات بتقل في الطول، لكن في الحقيقة هنلاقي كلها نفس الطول. وهنبدأ بعد كده نعمل يعني شكل ديكور في المباني نفسها، في علشان تدينا بعض الايه الاشكال او المنظر الجمالي في الرسم، او بتدينا اضافة بشكلها كويس. ممكن تعملها مربعات، ممكن نص دوائر، ممكن خطوط مستقيمة زي ما تحبوا يعني. طبعا كل ما بنرسم الخطوط المستقيمة لازم استخدم زي ما قلت لكم المسطرة. أبدأ بعد كده أعمل الطرق اللي قدام البيت، وأعمل خط في النهاية أأكد عليه اللي هو كنا احنا عاملينه في الأول خالص، اللي في نص الورقة اللي هو بيمثل إيه نهاية خط الأرض. وأبدأ أعمل ظل خفيف علشان أظهر الشكل يكون واقعي أكتر. أسأل الله العظيم أن يكون وفقنا في تقديم المعلومة بشكل مفيد لكم جميعا، وأتمنى أن تشيروا الفيديو علشان الكل يستفيد منه. وإلى لقاء في فيديو تعليمي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.